تجي واجد. انا في من المواقف، مواقف اللي تمنيت صدق، والله والله انا والناس معي تمنينا الارض تنشق تبلعنا، موقف وسخ وقت اختبارات في الثانوي. يا رب ان العلم ما يوصل لصاحبه، يا ترى رب بيوصل ان شاء الله ما يوصل. بفا مايك الزبده. احنا كان نظام نومنا كيف؟ ناس يمكن الساعه 10 ولا الساعه 9 بالليل ولا الصبح؟ بالليل اختبارات، نظامك كذا منقلب، تروح مدرسه من مواصل سلام. ها قبل عكس كل شيء، عكس 11 او 12، وحنا كان كل يوم نروح نذاكر عند واحد تكين عندنا اسمه رادي ليه صبح، وبعدين بعد نروح من عندنا عنده على المدرسه. ها رحنا ذاك اليوم انا ثلاثه من الشباب، الواحد من الشباب طيب قعدنا عند زين عندنا نختبر عنده، ما كنت من عليه ما يعني كلنا يمكن ما كنا من عليه واجد، يعني بسيط. وكان يجينا وقال خلاص تعال عندي اليوم وكذا. لا لا خلاص تعالوا عندي، شو اسمه ذي اليوم تعالوا عندي. رجع عندي طيب سام على الساعة 11 يمكن 12، والله نلعب بلوت، عبدة بلوت بالعالم متحمسين يبغى يلعبون بلوت، نلعب بلوت ونسولف. ترى سكة اي هو ما حد يذاكر، بس كنت بحاطنا زينة. شوي الباب اندق، باب مقلط دقة قوية، كان بدا على الساعة يمكن واحدة، دقة قوية. راح أول شيء سوى نفسه ما يسمع، ندق دقة وسخ، دق لي توب 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 توب. طيب شو مشكلة يا عم؟ أمه بيجيك إيه؟ يدخل طم سلامة، من يطلع المجلس راح عند مقلط، يفتح الباب، هنا صدمة. طلع صمت. لا. كات. في عندنا ما يروحون، ساعة واحدة ترى. يوم سمعنا حنا. قالت ساعة واحدة، ايش عندهم ما يروحون ذولا؟ ساعة واحدة. خذ ان شاء الله ساعة واحدة. أقسم برب الكعبة إن على ما جاكم. يوم سمعنا ونصف وجينا والورقة اكتسبي تنزل دايخة. طالع من صدمة. شايب الشريعة طالع منصدم، بنت دايما ماتت. ابن أبويا الموقف. على طول قلت كرمك الله. لا قعدنا يا وش نسوي؟ شو يا رجال كيف الطريقة؟ جانا وجه مصرق. حتى ما يقدر يخلص ما قال. والله ما اقدر ما اقدر قاعد بالله. يوم جاء انا هذا والله انا واحد معي هذاك الله يسعده الضحك هذا ما انا امسكه، يعني في بعض المواقف نكتب انا من امس ما اقدر امسك الضحك. يوم دخل ذا وانا فجرها انا ضحك ضحك لدرجه اني طحت على الارض. جاء واحد من الاثاث صرفها قال الله يقطعك يا اخي، ليش تقطع في الديمن وتضحك زي كذا انا عشان سالفه بلوت نضحك. يوم خلص خلاص تربي طالب يجي في بعض وجينا متصفقه حتوم على الكلام كنا يلا عاد حنا والله بنمشي حل متعودين كل يوم ليل صبح يلا عاد يا شباب خلينا احنا بالسادن. قال له وين؟ قال يا والله بنتكي بسوي شايك اقسم بالله. قلت يا رجال والله انا دايخ نوم انا مثل ما بنروح الله ياكرمك بالجنه بنروح نتكي عند البيت. اوف الغبنه ابن ابو صدق اخ الموقف تمنيت صدق يا رب الارض انها يا رب الارض انها والله تبلعني يا لفتك من ذا الموقف. ابيك تركب انت ما تكفي. اعوذ بالله هذا المواقف.